طيب هو النهارده دي مسيرة عملية طالعة من عند مقر الاتحاد النقابات المستقلة رايحة على برلمان علشان ترفع المطالب العمالية اللي طبعا العمال رفعوها في اضراباتهم واحتجاجاتهم من 2006 لحد دلوقتي، واللي أهمها طبعا الحد الأدنى للأجور كلها 1500 جنيه وتثبيت كل العمالة المؤقتة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الأعمال وإصدار قانون الحريات النقابية واسترداد الشركات اللي اتباعت واتخصصت وتطهير مؤسسات من الفاسدين وفلول نظام مبارك. هل أعلن أي قطاع عمالي مشاركته في يوم 25 يناير؟ أعتقد في قطاعات كثيرة أعلنت مشاركتها في المحلة هيشاركوا النقل العام الشركات حملة استرداد الشركات هتشارك المراجل البخارية وغاز دجميل طنطا الكتان عمال النقل الثقيل هيشاركوا وبعض النقابات المستقلة والاتحاد المستقل هيشارك تشكيلاته يعني. طيب بالنسبة لشباب التحرير وشباب الثورة بشكل عام يقدروا يساعدوا الحركة العمالية ازاي؟ اعتقد انه الشعار بتاع الميدان والمصنع ايد واحدة، احنا في امس الحاجة ليه في اللحظة دي لانه الاحتياجات العمالية هي الطريق فعلا لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي سند لشباب الثورة في مواجهة السلطة العسكرية، وكمان محتاجين نوحد نضال المصانع والميادين. النهارده بشوف انه في عدد كبير من الشباب متحم مع العمال، محتاجين في الفترة اللي جاية تحديدا نشكل لجان مشتركة ما بين العمال وما بين الشباب اسمها لجان التضامن العمالية، يتم فيها التغطية الإعلامية وتقديم الدعم والمساندة للحركة العمالية وتبادل الخبرات ما بين حركة الشباب وحركة العمال. طيب آخر سؤال، في رأيك هل البرلمان الحالي قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية ومطالب العمال أم إيه المطلوب؟ لا، البرلمان ما أعتقدش إن هو يعني قادر على تحقيق أي حاجة متعلق بالعدالة الاجتماعية لأنه بيعبر عن مصالح رجال الأعمال، وده واضح من البرامج اللي أعلنت يعني البرامج السياسية بتاعت الأحزاب المختلفة خصوصا الأحزاب الرئيسية اللي كسبت في البرلمان بتقول إن هي مع الاستثمار ومع حرية التجارة وبدأت تاخد قروض من البنك الدولي، هي نفسها السياسات اللي أفكرت الشعب المصري، هي نفسها السياسات اللي شردت العمال، وبالتالي أنا مش ما عنديش أمل كبير إن البرلمان ياخد أي خطوة مهمة في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية والرهان على حركة الشارع وحركة العمال في المصانع. يا رصوص الانفجاع للمصانع للعمال، مش لعصابة رأس المال، مش لعصابة رأس المال، أول مطلب للعمال، أول مطلب للعمال، واقف سياسة